حضرتك في شهادة بريطانية من الأوبن يونيفرسيتي يو كي، وكتاب طبعا بالاختصار، بتمنح لطلاب كليات حاسبات بيزنس آداب سواء بكالوريوس أو ماجستير. هي الفكرة، بس أنا بحثت على الجامعة دي، هي جامعة في بريطانيا، وحضرتك بتقول إنها بتمنح لطلاب كليات حاسبات بيزنس آداب سواء بكالوريوس أو ماجستير. هي الفكرة بس ان انا عندي وجهة نظر في الجامعات دي، ان هنا يا محمد احنا بنتكلم على جامعة بريطانية، فاكيد عندها بعض الافكار وبعض الرولز وبعض القواعد وبعض التعليمات وبعض الحاجات المرتبطة بيها اللي ما ينفعش ان انت تطبقها على الوضع المحلي. الوضع المحلي مختلف عن الوضع الاجنبي، ممكن بره يقول لك ادبي ايه وعلم ايه اللي انت بتتكلم فيه، او اي بكالوريوس ليهم وجهة نظرهم، خاصة انت كمان انها جامعة مفتوحة، فاكيد الرولز بتاعتها فيها دايلوجن او مخففة. ففي الحالة دي يا محمد انا نصيحتي ليك انك تركز، لو انت هنا في مصر او في اي بلد عربية، انك تركز انك تحصل على الاعتماد، الشهادات اللي بتحصل عليها اجنبية تجيبها هنا في مصر، في المجلس الاعلى للجامعات بيعتمدها انها بتدي لك الدرجة البكالوريوس أو الماجستير إنها فعليا معتمدة، وليست إنها ليس لديها أي حيثية. لأن في بعض الناس بتروح بعض الجامعات في بعض البلدان الأوروبية أو بعض البلدان بين قوسين جامعات مشبوهة، وبيجي يقول لك إن الشهادة دي معتمدة و فبيتفاجأ من المجلس الأعلى للجامعات إنها غير معتمدة من ضمن لستة الاعتمادات. ولذلك لما تجيبها إن شاء الله مصر، حاول إنك تعتمدها من مصر، من مجلس اعلى الجامعات. لو انت بتشتغل في مصر، انا معرفش حضرتك موجود هنا في مصر ولا لا، هنا تحصل على الدرجه العلميه وربنا يوفقك باذن الله. واتمنى بس انك تكون الشهاده معتمده وانها تكون لديها الثقه، لان ما عنديش الحقيقه ريفرنس او مرجع للجامعات البريطانيه. وربنا يوفقك يا محمد ويكرمك بكل خير.